زي ما كنت شايف يعني تو في عديد من النخيل، كثير من النخيل اللي تلقاه يعني فيه اللي مات، يعني فيه اللي اصابته حشره، فيه اللي ما نقدرش ان نهتم بيه بقدره كافيه اني انا نحسن المنتوج متاعي. انا لما نجي تو نجي للنخله ما نعطيها السماد، ما نعطيهاش ميه بكثير، ما تعطينيش انتاج كويس. اول حاجه شنو بيصيبها؟ بيصيب الجريده متاعها بتجف، ما نقدرش انا نسوي. حتى لو اني انا بنعطيها اسمده وبنعطيها ميه كافيه زي ما يعني بتشوف، انا التسويق ما فيش تسويق عندي. وشفت اللي حاصل الوقت الحالي باعتبار حتى من الاسمده قنطار السماد بيوصل لعند 300 دينار. ما نقدرش انا كمزارع نقدر ان نعطي اسمده بالدرجه الاولى. واللي حاصل لنا تو باعتبار ما نقدروش احنا حتى عندك الحشره القشريه، الحشره القشريه بدات تنتشر عندنا احنا في منطقه القرايه، ما نقدروش نقدر نشر ادويه. والسنتين هذه بالسنه الماضيه والسنه هذه باعتبار الجيله حتى للنخله تلقى ان شفتوا عندكم ان تلقى الثمار نتاعها خفيفه ما هيش مكفيه مع احنا باعتبار كعمال وكتسويق، تسويق ما فيش بكره للاسف يعني. صار تقول لا ما نبيش كيفي. بدك تصور؟ والله ندور فيك في السنين بدك تلعب كيف؟ كل تو نجيبهم من هنا كلهم جوا. لكن الوقت بتذكر البرا حاجه يعني لما نجي انا نجي نقول انا كمزارع بنحسن من وضعي، موزع المزرعه بنزيد نخيل بس ما نقدرش نقول يعني من بنسوق. يعني عندك قبل سنتين الجميع يعني ثلاث ارباع التمور نعطيناها الاغنام، ما قدرناش يعني ما قعدنا نبيعوا. انت شوف انت لما نجي انا تو الشكاره نبيعها للاغنام ب 10 دينار ما فيش مكسب انا، بينما اني انا لما نجي بنجيب اللي العامل اللي بيقص في النخله ب 8 دينار يعني شنو مكسبنا في الموضوع؟ نتمنى احنا من وزاره الاقتصاد من وزاره الزراعه يعني احنا يدعمونا ويفتحون حتى معارض قنوات البرة، يعني احنا نقدر كيف نصدر منتوجنا. غادي تقوس ما الحاج حميد، الحاج حميد الطاهر معروف شيباني كبير هو اللي